بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم اليوم في الفيديو 17 من أحكام التلاوة برواية حفصة ناصر من طريق الشاطبية، واللي حنتكلم فيه على صفات الحروف. بنشوف هنا مخطط بيقول إنه صفات الحروف في عندي صفات لها ضد، وهي عبارة عن 5 صفات وضدها 5 تانيات، يعني بصيروا 10 صفات، وفي عندي صفات ليس لها ضد اللي هي تساوي 7 صفات. إذا مجموع الصفات كلها على بعض 17 صفة، في عنا اليوم حندرس 17 صفة للحروف، 5 منهم إلها ضد و7 ملهاش ضد. الخمسة اللي إلها ضد هي الهمس وعكسها أو ضدها الجهر، الشدة عكسها الرخاوة وبينهما التوسط، الاستعلاء وعكسها الاستفال، الإطباق وعكسها الانفتاح، الإصمات وعكسها الإزلاق. ملاحظة صغيرة بتقول إنه كل صفة وضدها راح تاخد 28 حرف تعني اللغة العربية، فالحرف اللي مش موجود في الهمس راح يكون موجود في الجهر، الحرف اللي مش هيكون موجود في الشدة ولا في التوسط راح يكون موجود في الرخاوة، الحرف اللي مش موجود في الاستعلاء راح يكون موجود في الاستفال، اللي مش موجود في الإطباق راح يكون موجود في الانفتاح، واللي مش موجود في الإصمات راح يكون موجود في الإزلاق. يعني الحرف الواحد هيكون له 5 صفات رئيسية، زي ما قلنا مش موجود هنا راح يكون موجود في الضد، كل حرف من الحروف له 5 صفات رئيسية. بينما الصفات اللي ملهاش ضد الصفير والقلقلة واللين والتكرار والانحراف والتفشي والاستطالة، إضافة للـ5 صفات الرئيسية لكل حرف هيكون له في منهم حروف ملهاش إلا الخمسة هذول وخلاص، وفي منها إله صفة واحدة فبصير له 6 صفات، 5 رئيسية وواحدة من هذول، وفي منه إله صفتين زي الراء إله الخمسة هذول وموجود في التكرار والانحراف. حروف القلقلة مثلا إلها 5 صفات، كل واحد منهم إله 5 صفات زائد صفة القلقلة. تعال نمر عليهم واحدة واحدة ونشوف إيش معنى كل واحدة فيهم وإيش حروفها. أول واحدة منهم، أول جزئية منهم، الصفات التي لها ضد، وأول صفة الهمس واللي عكسها الجهر. والهمس هو تكيف بعض النفس الخارج من الرئتين بكيفية الصوت، لما بيجي الهواء يطلع من الرئتين بيدخل على الحنجرة بتكيف، إذا تكيف كله بكيفية الصوت بسموه جهر، إذا تكيف بعض النفس هذا اللي طالع بكيفية الصوت بسموه الصوت هذا همس أو مهموس. حروف الصوت، حروف الهمس اللي هتخرج هتحدث صوت ضعيف عشان كده سموه همس. حروفه حثه شخص فسكت، خصوصا توضح أكتر في الحروف الساكنة، لو حطيت همزة قبل كل حرف منهم هتسمع صوت الهمس فيها، إح إث إه إش إخ إص إف إس إك إت، هذه حروف الهمس. إذا عكس الهمس الجهر، وقلنا تكيف النفس أو الهواء اللي طالع هذا كله بكيفية الصوت، وحيطلع صوت قوي هنسمي الصوت القوي هذا إيش؟ جهر. إذا الآن أي حرف من هدول، أي الحرف اللي بدنا إياه، إذا موجود في الـ10 هدول إذا بنسمي صفته صفة الهمس، مش موجود بنقول عنه في صفة الجهر. طيب الصفة الثانية الشدة، الشدة هي انحباس للصوت، إعاقة لمجرى الصوت، إعاقة تامة، ببطل الصوت يطلع، بيجي يطلع الصوت بيلاقي سد خلاص بينحبس الصوت وينحصر الصوت في المخرج حتى ينتج عنه ضغط شديد يشبه الانفجار. وقتش هيظهر الانفجار هذا؟ لما يصير في طريق، يعني الآن في تصادم في المنطقة هذه مثلا في حرف الجيم بين وسط اللسان وبين الحنك الأعلى، في تصادم، التصادم اللي صار منع الصوت يطلع فولد عندي شدة، لما صار تباعد ولد انفجار قوي هنسميه قلقلة، فبنسمي الانحباس اللي صار هذا شدة. لما ببعد بصير عندي انفجار للصوت، فعشان كده سموها حديثا بالأصوات الانفجارية. حروفها أجدك تطبق أو أجد قطن بكت، أجد قطن بكت أو أجدك تطبق، هذه حروف اسمها حروف الشدة.
بين الشدة والرخاوة في حروف اسمها حروف التوسط، مجموعة في كلمة لن عمر. هذه الحروف أي حرف منهم حياخد شدة ناقصة ورخاوة ناقصة. راح نفصل بعد ما نخلص كل صفات الحروف في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. راح نفصل كل حرف على حدة، وحنمر تاني على اللام نشوف مخرجه وصفاته، وعلى النون وعلى العين والميم والراء، وحنشوف كيف انولدت صفة التوسط في اللام. لكن احنا الآن بدنا نمر مرور سريع على الصفات، ونعرف انه الخمس حروف هذه المجموعة في كلمة لن عمر وفيها صفة التوسط، وهي عبارة عن شدة ناقصة ورخاوة ناقصة. طيب الحرف اللي مش موجود في أجدك تطبق ولا موجود في لن عمر راح ياخذ صفة الرخاوة واللي هي جريان الصوت. إذا الآن هاي صفتين خلصنا منهم. الصفة الثالثة صفة الاستعلاء، بنلاحظ أقصى اللسان يرتفع ويصطدم بالأقصى الحنك الأعلى. إذا ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى فيرتفع الصوت معه، حروفه خص ضغط انقذ هي نفس حروف التفخيم. عكسه الاستفال وهو انخفاض كبير للسان عند النطق بالحرف نحو الحنك الأسفل. الترقيق هو الأثر السمعي له. أي حرف مش من الحروف خص ضغط انقذ راح ياخذ صفة الاستفال، واللي احنا حنعبر عنها في القراءة بالترقيق. بعد كده بيجي الإطباق، حروف الصاد والضاد والظاء والطاء. بنلاحظ هنا مثلا حرف الظاء في التصاق لجزء أو لطائفة من اللسان مع سقف الحلق أو سقف الحنك الأعلى، سقف الحنك الأعلى، وانحصر الصوت بينهم. إذا التصاق طائفة من اللسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما. الأربع حروف هذه فيها إطباق، ما عداها في انفتاح. إذا الانفتاح هو تجافي وابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. طيب تو وجدوا هذول الحروف وين؟ إن وجدوا في الاستعلاء. إذا هذه فيها صفة استعلاء وفيها صفة إطباق، لكن الخاء والغين والقاف فيها صفة استعلاء وما فيش فيها صفة الإطباق. إذا الآن كل حروف الإطباق هي حروف استعلاء وليس العكس. حروف الاستعلاء مش كلها حروف إطباق، في ثلاثة منهم ما فيش فيها صفة الإطباق. طيب الإذلاق، الإذلاق سرعة النطق بالحرف لخروجه من ذلق أو طرف اللسان أو الشفتين، يعني خلينا نقول الحروف اللي بتخرج من مقدمة الفم، وهي مجموعة في كلمة فر من لب أو فر من لب. عكس الإصمات هياخد باقي الحروف. إذا الإصمات هو ثقل الحرف عند وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان. هذول الموجودين في طرف اللسان ما عداهم حيكون من الفم من الداخل. في ملاحظة هنا مهمة بتقول إنه الإصمات والإذلاق هي صفات لا تؤثر في الأداء ولا في التجويد. يعني يوم ما نتكلم على الحروف كل حرف لحال مش هنمر على صفة الإذلاق والإصمات. طيب الصفات التي ليس لها ضد، أولهم الصفير ولحروف الزين والسين والصاد. والصفير هو صوت زائد يخرج من بين الشفتين، وسميت حروف الصفير بهذا الاسم لأن الصوت يخرج معه صوت يشبه صفير الطائر. فبنيجي نقرأ إز إس إص، الثلاث حروف هذه بتصفر، والصفير هو انحصار الصوت بين الثنايا وطرف اللسان عند تسكين حروف الصفير، خصوصا في الحرف الساكن بيوضح الصفير أكثر. إذا زي ما السين فيها همس وفيها رخاوة وفيها استفال وانفتاح، هي صار فيها كمان صفير، وفيها كمان قلنا إيش إصمات، فيها صفير، يعني صار لها ست صفات لها. القلقلة موجودة في حروف قطب جد، والقلقلة هي اضطراب صوت الحرف في المخرج عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. حروف قطب جد هذه لها ثلاث مراتب، طبعا لو بدنا نلفظها اق اط اب اج اد هيك بالقلقلة.
المرتبة الأولى المرتبة الصغرى أو القلقلة الصغرى، وهي اللي بتكون في نص الكلمة أو بين كلمتين. لقد جاءكم، لقد جاءكم، أول ما نوصل الكلمتين في بعض يصير اسمها هذه الدال الساكنة فيها قلقلة صغرى. بينما القلقلة الكبرى إنه أنا أقف على حرف ساكن وغير مشدد وآخر الكلمة. وما كسب، هذه اسمها قلقلة كبرى، لو صارت بين كلمتين بتصير قلقلة صغرى. طيب القلقلة الكبرى الأشد إنه يكون الحرف اللي بدقف عليه هذا مشدد، وزي طبعا ما ينطبق على الباء ينطبق على كل حروف قطب جد. يعني في سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، كده قلقلة كبرى أشد. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قلقلة كبرى. طيب اللي بعدها بيجي اللين، ودرسنا زمان في المدود حروف اللين أو مد اللين يكون في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وجبنا عليها أمثلة كثيرة زي خوف وصيف. واللين هو إخراج الحرف من في سهولة وعدم كلفة. فحروف اللين التنين الواو والياء السواكن المفتوح ما قبلهما هما الحروف تبع صفة اللين. بيجي عند الانحراف حنعلق عليه برضو لما نتكلم على اللام لحال وعلى الراء لحال، حنفصل أكتر، بس الآن احنا حنمر عليه مرور سريع. هو انحراف الصوت في حالة اللام، هاي اللام، انحراف الصوت إلى جانبي حافتي اللسان. الراء انحراف الصوت إلى وسط اللسان، ليش؟ لانغلاق المخرج وانحباس الصوت انحباسا آنيا خلف المخرج. إن شاء الله هنفصل فيه أكتر، بس كده لزيادة التوضيح. لما بيطلع الصوت وبيصل عند منطقة اللام بيلاقي اللام مسكرة الطريق، فبنحرف الصوت إلى جانبي حافة اللسان. عند الراء بيطلع بيلاقي طرف اللسان مسكر الطريق، فبيبدأ اللسان ياخد شكل تقعر من الوسط، فبنحرف الصوت باتجاه الوسط. فاللام والراء فيها صفة الانحراف. الراء بس فيها صفة التكرار وهو ارتعاد اللسان، وبنسمع كلنا التكرار للراء عند النطق في هذا الحرف، وهذه الصفة احنا بنتعلمها عشان نتجنبها. يعني ما بدي اقول ار لا، بدي اخلي الراء تثبت الرحمن، يعني بكررها مرة ونص فقط. فبنتعلم صفة التكرار لتجنبها. كده احنا صار عندنا للراء خمس صفات رئيسية، وتو شفنا الانحراف، وهي التكرار، هي صاروا سبعة، هو أطول حرف وأكثر حرف فيه صفات. بعد كده بيجي التفشي، وهو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. الشين الوحيدة اللي فيها صفة التفشي، إلى خمس صفات رئيسية وهي السادسة. بعدين بيجي عند الاستطالة للضاد فقط، والاستطالة لما باجي ألفظ الضاد، الضاد راح تسكر اللسان، راح ينطبق على هذه المنطقة، مش في صفة الإطباق، راح يلتصق بهذه المناطق المعلمة بالأزرق والأصفر، وحيظل في النص فراغ حينحبس الصوت فيه. ضغط اللسان وضغط الصوت اللي طالع راح يخلي اللسان يندفع من المؤخرة إلى المقدمة، يعني من الخلف إلى الأمام، اندفاع بسيط يعني يكاد إنه ما الواحد ما يشعرش فيه، فهذا بسموه استطالة. وبنلاحظ إنه الضاد مش من حروف الشدة، يعني مش إنه انحبس الصوت، لا هو ما انحبس الصوت، الصوت مشي شوية، هذا الاستطالة اللي مشيت لغت الشدة اللي موجودة في الصوت. طيب إذا ملخص صفات الحروف، عند الهمس صفة حروف الهمس، حثاه شخص فسكت، الشدة أجدك تطبق أو أجد قطن بكت، التوسط لن عمر، الاستعلاء خص ضغط قذ، هي نفس حروف التفخيم، الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، الإزلاق فر من لب، الصفير اللي لها موجودة في الصاد والسين والزين، القلقلة في حروف قطب جد، اللين في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، الانحراف لللام والراء، والتكرار للراء، والتفشي للشين، والاستطالة للضاد. أنا بحفظ هذه الجمل وبعد كده بقدر أستخرج أي صفة لأي حرف.
الإمام الجزري لخص صفات الحروف في أبياته وقال: صفاتها يعني صفات الحروف جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يعني صفات الحروف 28 فيها الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، ما عدا اللي موجودة في الضد. الحروف اللي موجودة في الضد لا تنطبق عليها الخمسة هذول. والضد قل: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها يعني صفة الشدة لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، هذه التوسط يعني بين الرخاوة والشدة التوسط حروف لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، يعني محصورة الحروف هذه في الاستعلاء. سبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه الحروف المطبقة اللي هي الإطباق، وفر من لب الحروف المذلقة، وفر من لب الحروف المذلقة، حروف الإذلاق فر من لب. صفيرها صاد وزاي سين، هي حروف الصفير، قلقلة قطب جد، قطب جد حروف القلقلة، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، حروف اللين الواو والياء الساكنتين المفتوح اللي قبلهما، والانحراف صحها في اللام والراء، الانحراف في اللام والراء، وبتكرير للراء تكرير تكرار يعني جعل، وللتفشي الشين تفشي إلها الشين ضاد نستطل، اللي هو إيش صفة الاستطالة في الضاد. إذا صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. طيب بنشوف هنا أمثلة، السين مثلا فيها خمس صفات: الهمس موجودة في حثاه شخص فسكت في الهمس، في الرخاوة مش موجودة في صفة أجدك تطبق أو يعني أجد قط بكت، ولا موجودة في لن عمر يبقى رخاوة، مش موجودة في حروف خص ضغط قذ إذا استفال، مش موجودة في الضاد والطاء والظاء والصاد إذا انفتاح، مش موجودة في حروف فر من لب إذا إصمات. الصاد فيها همس، فيها رخاوة، مش موجودة في حروف أجد قط بكت، فيها استعلاء وإطباق وإصمات. الطاء فيها جهر، فيها شدة، فيها استعلاء وإطباق وإصمات وقلقلة. الراء فيها جهر وتوسط، في الجهر قلنا مش موجودة في حثاه شخص فسكت، موجودة في لن عمر، مش موجودة في حروف خص ضغط قذ، ولا في حروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء، إذن استفال وانفتاح. فر من لب في الإذلاق، في الانحراف اللام والراء، هي الراء والتكرار. هذه أمثلة، وبنقدر إن احنا نجيب كل الحروف الـ 28 ونكتب صفاتها بالطريقة هذه. بكده احنا بنكون وصلنا لنهاية صفات الحروف، وأشكركم لحسن استماعكم وإلى اللقاء.